بسم الله الحمد لله أحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكو كل من أول الليال قيب كم دينا إشارنا وحيال الصوم ك يا آداب تسكو تعلقه تاسو عن نفط إذا يتين بأن لو ذاقيو إلهي بان ويدسنا تبارك وتعالى أجر كريه كيد كذا إنو نصي مالين أنتن يمانتا أنو باهي بدن هاي ولا ليال بشي بركيسنين وانا قبلنا الى خير كبنين بان خود حشرنا بلو غادي كما نسولين ان كجرنا اوائل كيدي طبعا كان حريص توا دمادين ان الهي تبارك وتعالى وحين بدن اوغو منا شيكتي امديسا بلا ادومديسا ميلا بدن او خير او جيداي خير كاسي وقتياداسو لا لا لابو اجركا دنبيدا سيئات كنا لا دافو درجوين كنا كور لو قادو مؤمنينتونا اي نفتودا او جيديان ربك إسكالها مركزنا فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي دوما مخلوق حاب ريسي وعابدان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي إني وحيدان بالله أبو ريسي وعابدان عبادوين كوهو أوين وحاكم دوما الله أبو ريسي صومك كاسو إلهي كوهو أجبي لي دوما ديس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وامضاني صومك غوني اوماهن الهي هو بسيج علي سي حدنا صومك خير وانت صوموا خير لكم ان كنتم تعلمون سدا درت الهي و خوكله كسي توسي امديسه اني كما هاد عليان واجب كان لو واجب يلي او اني ان غلط الهي سي اني واركان وي الهي خير اخر كا ايدها صومك ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الهي تبارك وتعالى وجعلي سي حدنا و كفوديه سيس نفتو ودري من مشغول يدباته وإلهي وحيري تبارك وتعالى سقو فضودين يا مال ما صوم كحيرة أيام معدودات ومال ما يركو يلا بقى تاس وحي كيني ساين نفط أي فضوداته ترى هذا مرة ديكو يلا بقى يهين أنو سمين ويسوح بدنا هين صدرت هذا إلهي وأسين حريص ضرر كي حرش يدباته يدمي جوا كتر القاضي ذات كان أبو ذكرين وإلهي وحيري فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مرك عجب يلا يا ليا ملهن إن مؤمنين تقرب توضعي قابلان بشان ربي قولين حريصة بدنانا أي قابلان أيوه كعب صنايا ثواب كيسي أجر كيسنا رجينيا قول إيه مارة فوسيا وناقنا رجينيا دون إيه آخر بو عبادة وناق بدن أوه رمضان ما داما إسيدا أسي أو كرامة بدن تهي أو سيدا أسي أو قيمة بدن تهي قفل بنا إسكا قرانا إسكا عاشا قرانتيا هاي لابد وحا إنا وحي يربالك أرقنو أحكام تكو تعالو ذا بشاس سي مسلم كا أو أوغادو أما أو فهم وحا واجب كا ku ah sameyntiisa inuu sameeyo wixii xaraam ka ana oo markaasii ogaado oo markaasuu ka fogaado wixii mubaax u ahana naftiisa uu ku ciriiri gelin ka tagitaankeeda iska deyntiisa marka ahkaam yar oo ku tacaluqad anagu is xasuusineyna oo isku tilmaameyna wax yar ayaan soo qaadanay waa is xasuusineyna maxaa yeelay in badan waa laga waramay kol hore iyo waadanba waa laga waramay kama nasuuli mise intay soo noqnoqonaysa in laga hadlayo inta dunidan ay taagan tahay maxaa yeelay waxaan aqaanay يحسوسي مركو إس حسوسيني إن نفتي نيتي تيدبا يوان حسوسيني صوم بعد ما قشين ولا ليار خرط الصوم حالي رادا صوم سيدي سم حالي رادا صوم كل غدا مركي لو في ريو وأفهيسي بمعنى آمسوي لذلك هو نيدي مريم هاي مركي لقوي عيسى حقت كانت يا كادري وحي كتري يعني فلن أكلم اليوم إنسيا يعني إني نذرت للرحمن صوما بيتري إلهي وان أنذري آمس بيتري أيضا صوما نوفز زرتي وإلهي صوما نوحي كايون وحيري فلن أكلم اليوم إنسيا بلا آذر ما أنت الله هدلي مايو صوم كمرك هو آمس شب قفك هدو آمس وصهادلين واسومية لقة تنبا لوجه ده أما شرعا ولا ليال وقفك إنو كا إستاغو أو سسامين وحكستو أو وحفورية لقب بلابو فجر كا كوبا اللباد فجر الصادق لو يقان سلاة صبح لغو قالو إلا أي قرح دعيسو laga soo bilaabo ila fajrka laga soo bilaabo qoraxdu dhacayso binniyati wali binniya ahaan oo dadka qaar kood way soomaan laakiin waxay leeyihiin caafimaad ahaan baan ka raadinaynaayo ayagu cibaad ahaan u sameynmayaan laakiin niyi ahaan way la socotaa oo markaas cibaadadeedu ka soo baxaysa marka soomku waxa weeye al imsaak
midka hadda aan waxkaamtiisa tilmaamayna waa midka loo yaqaan ka haysiga soomul jawaarix waxa loo yaqaan jawaarixdaada ina ka haysid oo ka ilaaliso waxyaalaha waxa furiya cabitaan cuntaan galmo iyo wax la midka soomku noocyo kale waa leeyahay soomul ruux baa jirta nafta soomkeedi soomul aqli baa jira aqliga soomkiisi baa jira soomul ruux waxa weeye walaalayaal qofku inuu soo gaabiyo nolosha dunida uu ku haysto uu is dhihin waa si noolaanaysa qisarul amal ayaa soomul ruux leeyahay صوم ان عقلنا وحال يراد مخالفه الهوى هو دي سنه خلافه وحا الهي دينتي خلاف انه خلاف سن انه خلافه الهي وحو جعل يحي ونفتيسه كخرو وا صوم العقل وي كانو انت بدن انو نقانو انو كورنو انت بدن ددكو شيخ شيغان وا صوم الجوارح وي وا منك انت بدن قحك امتيس وحيران كتلمام دون انت تعريف كيسا مركا هو ان ما نو ولا ليالي قيحديسا وحا وي هي صوم ارغل يرادو وحن كادلينا حكمك صيامك يا صومك ummada waxay isku raacday walaalayaal soomka bisha soom la soo la soomo waajib iyo farad inuu yahay daliilkana waxa tusay kitaabka ilaahay ilaahay wuxuu yiri kutiba alaykum siyam furida waye walaalayaal ku dul qoray way bimaana qofki ka tagana bila cududarlaan oga taga sida arki doona waa dambiile qofki yani hadaa la kuray la ibaadana ajirki iyo waajibki waa fuliyay sida darta rasuulkeena hadiis wuxuu ku yiri aad u badan soomku inuu waajib ayuu tilmaamay waxa kamid hadiiska abdullah ibn umar bukhari iyo muslim buniyal islaam ala khamsin markuu yiri wuxuu sheegay soomii ramadaan inuu ka mid yahay islaamku wuxuu ku taagan yahay waxyaalahaasi inuu ka mid yahay soomku waana qofkii ka taga macnaheeda tiirka islaamku burburiyo jajabiyo way qofkii afura bilaa cudur dar la'aan qofkaasi wuxuu la imaaday dambi iyo kabiira aad iyo aad u weyn sida darta rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam habeenkii la dheelmay aad iyo aad wuxuu u sii maray oo la tusay aragtiyaal iyo riyooyin fajac iyo layaab leh oo laga arkay goxo waxa kamid rasuulku inuu yiri xadiis dheer habeenkii la dheelmay way jibriil iyo meekaale ay dheelmeen oo kaxeeyeen waxa uu sii maray buur ayuu sii maray aad u dheer buurta markaa wuxuu ka maqlay codad aad iyo aad u daran oo cabaad ayuu aad u dareemay sida darted buu yiri codadkan iyo cabaadkan iyo dhibaatadan dadka haysta waa maxayna maqlayo waxay ku dhahaan waa ahlu naarka cabaadkoodi iyo maaratay qeyladoodii way waan baxnay wiir anagoo sii socna waxaan sii marnay wiir dad xirxiran ayana la sii marsii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam dadkaas waa riya waxaas laakiin riyatul anbiya waa min alwahyi baan ma aha sida anagoo kale qarow iyo maaraya iska hadal ma ahan waxa la sii marsii uu leeyahay dad xirxiran oo jeebaysan oo afkoodii iyo bushumahoodii la jeexjeexay oo ay ka daadanayaan dhig uu ka daadanayo ayaa si maray marka waxaan ku iiman haawlaay kuwani waa kuwe dhibaatooyinka ay haysto waa kuwe waxay ugu yiraahdeen waa kuwa iska afura cudur daar la'aan waa kuwa iska afura afurkii la gaarin dhibaatooyinka lagu sameeyay Soomaa aragtay qof kuwa iska afura iyagoo afurkii la gaarin ama bila cudur daar la'aan oo afuraya way kuwa sida lagu sameeyay doona afkay cuntada xaraamta ka cunayeen ayaa sida loo jeexjeexiyaa biro Ilaahay og yahay weynkooda ayaa lagu jeexjeexiyaa oo lagu maaratay lagu dhibaateenaya lagu daqraya marka iska ilaali way qabla iftaar ayaa afurayaan sida culimadu yiraahdaan sida xaafid dhahabi calayhi raxmatullahi muuminiinta agtooda waxa muqarrar ku ah oo la iska gartay oo la isku raacay qofka soomka ka taga cudur daar laad inuu ka shar badan yahay midka zinaysta kan khamrada aad u cabba inuu ka shar badan yahay waa qofka soomka bilaa cudur daar uga taga ayaa muuminiinta agtooda muqarrar ah buu leeyahay bal wuxuu leeyahay islaamkiisa ka shakinayaa qofka soomka bilaa cudur daar uga taga islaamkiisa muslimnimadiisa ka shakinayaa waxayna u maleeynayaa inuu yahay zindiq iyo munaafiq iyo qof ilaahay diintiisa ka tagay sida darta culimadu waxay yiraahdaan sida sheekh Islaam Cali raxmatullah qofka haduu afur asagoo xalaalaysanaya afurkaas oo dhahayay yani aniga lagu ma lahanba asagoo og oo aqligiisa leh oo wixii si qaba xalaalsaday inuu iska afuro yani hadii la kuunayo cudur daar laan waxay culimadu yiraahdaan wajiba qatluhu kaas way kana fasiqan fasiq ba ahade laana ciqaabadu waxay ciqaabtu waxay ka imaatay afurkiisa bilaa cudur daar ka bilay soomka marka saasi culimadu islaamka iyo ummadu isku raacday ayadoo adilada sunnada iyo kitaabka ay tuseen qofkiis bilaa cudur daar laan iskaga daayo oo afurana dambiga iyo kabiiradaas inuu leeyahay ayaanu aragnay fadlu soomi walaalayaal soomkaasi ajirka badan marka taariifkiisa soo gaatay xukumkiisa soo gaatay waa soomtay maxaan ka helayaa way qof dadka qaar way isweydiin karaan maxaan ka helayaa soomka maxaanse ka faa'iideya mar hadaan soomo laana wax laska sameeyay bilaa faa'iido ma jirto waxaan leenahay ku bishaareynana waa isku bishaareynana waxaan ka faa'iideynaa faa'iido rasuulka ilaahay tabaaraka wa ta'ala xadiis uu ku sheegay in badan nabi ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu balan qaaday abaalkaas waxa kamid ah xadiistaas soomka fadligiisa tilmaantay fadligaasi inuu yahay in ilaahay naftiisa u gooni yeelay soomka asagana uu ka abaal marinayo ajirkiisana uu laalaabayo qofka sooman xisaab la'aan uu siinayo ajirka loo xisaabin mayo
إلهي تبارك وتعالى حديث قصي رسولك إنه جبر يحيي لي أن إلا الصيام يعني بلا آدم كستعمل كيس أسرع إسكاله صوم ويانا فإنه لي وأنا أجزي به أنا بلن قاضي بلا هاي لي أنا كأب المري أحما أحكامتك يا إلهي وكأب المري لكن سجوني يا كلو إلى علينا سجوني محد مودسا إلهي هدوك يراد أنا كأب المري هاوش الصميح محد مودسا أصلا هذا كوتين فكيف مدحوينه ما أنت دوك ويرانك ومرتقى علي وأتفرح يسوي حكومة مرتقى علي والعقد كسين دون يسود كوسو دون دون فكيف أكرم الأكرمين كم واحد دري شيء كي وفعنا وإله يا محمد مودي سهدوك ويري أنا كأب على المرنية هذا ما جي علمش يروح لقوا أب على المرن دون معناه هذا حساب مرهم وي محايري والصابرين تكمل ده يقف كصومن صابرين تنا أشر كذا وحلا سيا بلا حساب والله تانا تانين مايو خرا على قصيني صوم كد وحكم ده إن فلقيسة صوم كواح أودق ما مشروا أشر كيس واح أودق ما مشروا سيد حديث رسول الله كبير وحكى الصوم كفضل جيس كمدة قفك الصوم الله برجيس لما سعليه فضل الصوم كحكى كمدة قفك الصوم الله بشر بفرحة مركو أفرج وافرحة الحمد لله قفكو يعني مركو ربي الله كل من أشر كيس يوحي له ديار وأركيا وفرحة وصوم كفضل جيس صوم كفضل جيس وحكى كمدة وما دان الجوني وا إن قفك الصوم أفكيس حلا أرتكس وبحى سيداتك كراهستان إلهي أكتس عرفك سنة كعرف بنتاي صوم كان كيم حير وح كسر عبادة كدرشة إلهي أكتس ولا قت عليه ذاتك قارقود بها كراهستان هذه ربان حير أرتكس عبادة كدرة توقعت دي صوم يعني وكاني وي وحكمي ذا صوم كفضل جيسة وكوش في عيا ما نت قيام حوجا دم بهدل وجوق بصدر صوم كسب بودي إلهي بك هذا السينية أو حلي صوم كإلهي وإسكده إلهي وشنده قلي قدم بداف محايري عبيتان كي سيبان كور استاغ شهودي سيبان كور استاغ ما انتي إلهو سببت يقول شفاع إلهي واسيدين يا قفقاسي ولغا فقيا صومك وحا أجر كم دا فضل جيسا صومك هو دفاع يدفيس آدوين أو نارتا يعني اسكاك الدفاع يسيد وي صومك قفك دوسو صومين دفاع نارتا ما اسكاك الدفاع إلها ما هيستوي صومك قفك هدو صوم مالين في سبيل الله وصوم إلهي درتيز إلهي وحو قفك كفوغين يا مالين تاسي سببت هذا وصومي وچيكي سو تضباطا سنو ميل الله سعوده أيو معنى وچيكي سن نار كفوغين يا معنى نار إسار كميان ويو قفكاس وصومك فضلقي سوي صومك فضلقي سو حكمي دولة ليال باب ليارة در ريان أو آد لو قدر قوم برواقات تالي إلهي أقيا هاي أيها كمي دقتكم من الصائمين تون كجلي دونان قف كجلي يا أيها أهين مشروع أيه جوني وياه لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق لهم الله حريه فلم يدخل منه أحد قفنا كجلي مي صوم كفل جيسا لما سركوا بكر ولا ليال ومعروف قيمه ساو أدبون أكسين وأركضونا فوإدي سا سيدنا إيمان دونتا صوم كفل جيسا وجوني رمضان كفل جيسنا وجوني مركوا صوم يا رمضان رمضان كبش لفتر كذا الصومة محيرة وسيد الشهور بلاها تيم لحظة واحدون بلاها كوبية اللبية طبعا كاتيو إلى هؤلاء عراوي سيد النبي يعقوب عرورتي سويلش اللبية طبعا كها والنبي يوسف شعلا يوسف شعلا أيو إلى هنا وحوش عليا اللبية طبعا كيس بلاد بش وحوش عليا رمضان أيوش عليا بش رمضان مرة ضي صوقة شو سيد النبي يعقوب ويلكيس يوسف أمرك إسقرتين خميس كأسود يبي أو يرى أباه إنديه بحوجة سكر نقد إنديه بيريه خميس كي جو تجا وقرفت إنديه بأسود نقد إياه عرفت أودر يا مير مرك هسي النبي يعقوب وحاك له لقومي لقوت صالية رمضان كمرك صقر عرف بصقر شه قف كي دم بيجو كتير إلهي مرك وراك إلضوفي أي إله أسود نقده سيد النبي يوسف ب إنديه سيد إلهي سوتي س وجس علي هدي على كوني أبيه يعقوب وأهم بير إلهي هو كمده رمضان كلفت الكيسون واجوني صوم كون واجوني مدل وفل الجوني وطع مرك وا فضائل آد يا آد وبدن أو استسارا أو اسكر ركبا أو اسدول سارا يا كفى إلي سنة يوي يا كفى إلي سنة فرصة داسوي رمضان كوا ركن يتير أساسي ولا جم مرمانة أو إسلام كوا إسكلي هاي رمضان كجودي سائل هاي قرآن كيسا قيمها بدن هلا هذا الكلا هي سودة شيء بل إسكدا قرآن كليه كتب تلاه سودة شيء إنجيل هذيت هاي توراد هديتها هدي سحوف إبراهيم هديتها وحصل أن رمضان برسودة شيء قرآن كان كذلك إلهي هذا الكيسي ووحي إلهي كتب سودة شيء وقفت لبضان وحال سودة شيء رمضان ولي بقى سوى أفر يلا بعطان مرأي أيال سودة شيء قرآن فضلك إسا رمضان وحاكمي دولة ليال ليلة باكوشرته خير من ألف شهر كخير بضان قفكي همين كالسي شيو هليلي ويا خير كذنا كاسي وقلمات إنكار بقبا خير كيس لوقري واسيق قفكاس رمضان كان فضل جيسا ومعنى هذا محايا الصوم كان واقوني فضل جيسا رمضان كان واقوني فضل جيسا ولا ليال رمضان كان مرها دو صغره الباب دي كان نظر على فراء الباب دي كان نظر على فراء محال لقوة وحال لقوة الباب دي خير كان لفراء الباب دي عماسة صالحات كان لفراء
مؤمنين قلبي قوضا كحر ما خيرك الباب ذي جهنم وال حرام حال جودا الباب ذي جهنم وال جهنم وال حرام وحال جودا مع سيدي أيا لقف حرا قلوب مؤمنين صالحين تا أيا لقف حرا شيا دين تنا وال شيا دلا أو وال حر حرا كوا واوين خائنين تا إسود روي كوا يريكا كوا صنع أيا وال حرا صوم كرمضان لصومه وحود دجما طبعاً بلاد أدا الصومي أيو رمضان كمرك الصومي سوو دجما سيد رسول كانوا شجع عليه سلامة وسلام رسول كانوا حشجع عليه سلامة وقف كصوم رمضان وفضل رمضان كي أصدق الرمي سنة يلاه كوا أجيبي ياري إلهي نحق سأشرك سوقي دم بيجي سهارة رمضان ككهوري رمضان كهورا لقصوا بلا بلا كان أدحي ولا دافع قف كاس إلهي تبارك وتعالى قفل مركو دتكو أفوريان ضد أيو كحوريان نارت مرك قفكو أفوري ضد حتى النار تلقى حرية اللي يراد قفكها لقتره نار تلقى قري كواس إله نقدره جل جلاله وفضل رمضان كوي مرك فائدين كيسة آد بوق من بدني هاي فائدين كرمضان كي فائدين كصوم كيسة أنت هذا نقصه قدمنه يعني حين وناجيسة فضل كيسة فوائد الصيام صوم كفائدين كلاجه ليه أيام وحير سوق هذا هنا تيوه روح هاي فضائش كيسة يفضل كوتشلا سي قفك مؤمن كأولي رده أو سمعيه فضل بالله شيء فضل جامرك صميمين فائدين بكرة لنايا فائدين كأد يحكم كأد بيوتر بدنيهن وحين كور يجي فائدين كاس الله كعبس إلى هاي القرآن كيس كوش يجي لعلكم تتقون أي فائدين كاس ملح واه الله كعبس جواه أرين تاين عدينا وحكو إيمان كرتها ولا ليال نفتو هذاي حلاش كاستأكتو أيدو الرجين سر الله هنشها إلهي عقاب كيس أنا كعبس أنا يسا أي حلاش إسكدي سمعن تاسي صوم وحا يعني كسي أو ليسنا إنه يوهو قانسنتو كتغيطان كحرامتا مرادي حرامتا حراشة إسكد دي سيب فوهي دي سوي إنسان كهدو علوشي سو قاچوتو دريما ياشي شوي كعانووي قاچودان ووحبي دريما تواضو عي دريما هدي لكن علوشي سو أي دركتو قلبي جيسي يندهي سو عرب كيسي يقعانتي سو وي قاچودان صومكو وحوكو قارسين إياه شيطان إنا كأت كاتد وحبسي أتجلسيد شهوة هذا إنا تشبيسيد جوارح هذا إنا حفديسيد وفوائد الصوم صومك قفك صوما وحود رمي يا قات هذا حنون كذا مركزو حود رمي يا حارض فقراء مركزو نحريسنا يا أولي هاي إلا قات ساس هذا كوجشة مركزو حسين يا مساكين تروح بهيسن وحيدن طاضي يروح أيسك باهيد وديسك جودي الحياة محايا لي وحالي خبرك قفك أركا قفك لوغا شيكيي ما هان شيكادي لغاغا شيكيين اي هادات اركتي اسكو كاميد ما ماركا غاجدا درينتيد قفكا غاجيسنا و دريميس لكن شيكا شيكا هادا غاجو كو نوقتو وخبا ما اركتي ماركاسي سمين ميس ما خاير وخا ليرادا قفكا لوغينيا لوغتا او لوغينيو او سفريو ديبكا كسو غاريا ما دريما الا قف سفري مويانو لو كو سفري لكن قفكا دو دياراد غاري كو سفري مان دونن هادي لوغا شيكينيا لوغتا لوغو سفرو لوغو ان باديها لوغو سفرو ديباتادا اي ليداي ما فاهميو لكن ماركو سفري يو فاهميا ديباتادا اي ليداي إذا ما كان قاتل الدرينتي بام ساكين تونا حريص نيسا. صومكو حكوا قارسين يا ولا ليال. دوني تانك أدوني سيد. إنا هو هذا كات كاتيد. مع سيد كفوا قاتيد. طبعي هذا إنا يعني كات كاتيد. نفط هذا إنا يعني كحر تربي جاي تبارك وتعالى. ندامك يمارت هدي على كورن يهاي. وحو توجيهني يا صومكو. إن بدن أودتك قاركود أي فوضوك سجينين أي ندام أسميني لو كانوا يعقلوا هذا وحجرنا يا. صومكو فرصة عظيمة. وحو فرصة وياهاي. كوا إلى هدتك ويارة. محايل ما صومك أنت اللي قلتره دتك قلوب تود مساجد الكحرينين مركو حل الدنيا قفك وإلى هيدتك سأوي يريه أو إلى هيدوم هذا ويا ريه إنه قلوب تود واحدة قاتشنا يوي يرى على الدنيا وكفى إليسته وسمارته فرصة داسي ضيعن أيا الدنيا أصير لفتك سن حتى نفتي سنو ضيعن برجية تقوى إلى هاي ويا رو داعي قاس إلى هيدتك دتك إلى هاي ويا ريه تبارك وتعالى فرصة بيوتها محايل دتك وحكم ذا من مساجدك سوق ليه مرك رمضان ما هذا أول كبا من سوق ليه رمضان مرك نص مريو من سوق ليه مرك رمضان ما ربا مرك قفو قف بمعلم من دوم ربا مساجد كوسو بيريا كوي مع سيد دربيه كوي جريها كوي وكوسو بيريا من دوم معلم من كوسو بيري مرك وفرصة أي أطاي دتك واني ياشة دتك وانية أدبت صومك يسون كيسة وحكم ذا ولا ليال سحورته إنه قف كده داله ولي بدي إنه أقوله أذنك كده ويه ولذلك الرسول كان الشيخ عليه الصلاة والسلام سحورته بركة كتير تسحورته محايل ويران حتى باهي دريم باهي سائل دريم مسنت صومن تعمالين تاس وحور الرسول كان كتير المامي وقراء ينفقه بركة سن بكتير المامي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن سحورته سحورته حا كتير تفضل جدا أصلا كصوم كان كم ذا وأهل الكتاب كويلها الرسول كيس خلافه أو يهودي كريستانا أيض خلافه سعدونا
رسول كان وحي عليه الصلاة والسلام سحور با برواق لهاتي سحور با في عناشان لهاتي سحور تاسو أه مؤمن كسحور تيسو تمر أه حتى إن تمر أكو سحورتي دات كان غاركود هلب كإيه باستدا إيه بريز كإيه هولها كلا إيه سنبوز كإيه وحي عمتدي كلا دلدلية وحابة أغفي عن بأغود أبو تمر تمر يبينه كسحورته محايا نعمة السحور سحور المؤمن مؤمن كسحور تسوى النعمة على هاتي التمر أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا أفرك لقاره أفرك هو خلاف سنة هي سحورته أفرك أسقى يعني دق دق أي الله أفرى هريبة لقى أفرى بينما سحور تدي بلاد جيو رسول كان وحي عليه الصلاة والسلام أمد أنا خير كسول ما يس يوانا يقول إن كسو كان تاعي أنت يا أفرك دد تشيليا مر هذا يدب قديقا إلى همين كسو مدامنا يو كواس خير وكيد الله ذي برسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيسا سلقة فهمية وحكوا صورة وحكم ده نبي عليه الصلاة والسلام ينتمر قيام كو أفرك شري رطة واحد لورن شري هذو تهوى ينتمر تعالج هاي أيو كو أفرك شري نبي عليه الصلاة والسلام هذو تهوى ينبيا أيو كبن شري ما كاسع عمتدي كلا يوحي لو قد بيا سوت تمر تلا لو أفرك يبيا أنا لو أفرك لو هرمان يوام حي وحال يرد ده باهيد قف كمر كعلوش سقبته وحا يعني هداء الكورن يا فارق النقد من دعير كيس وحاس تمرتن وحي أوفي عن تي ومعان معان كاس وح سوء علينا يا نفقدي ما أنت كجوضي باهيد وعي كنتي سي عمتدا كلا وعوني دون أولا قبصته إذا وصاكم يا وتشل عيا بيون وحكا عاوني البير كذا مركز صومنته حوقا وقلا ليا مركز بيه عبت البير كذا وقيا عمتدي مركز عبي سي وحي عنوني سيد مركز ويلا قبصنيا ما نبي قحط لما عليه الصلاة والسلام حيا نبي عليه الصلاة والسلام السوق النبي الرسول هذنا نختار بوها هذا يقال يكو حبارة أي فهم يا الفوائد وحن كشرته هذا أقرني عنه شوقنه لكن نبي قن حكوا رمي عليه الصلاة والسلام طبعا يا أفرق أرنيكور صلوات ربي وسلامه عليه تاني من النبي أهاي توصيسا عليه الصلاة والسلام ونبي حق أها مركز أفوري السدع لنا كدعاء سنسا وحال إذا ذهب الضمأ أون كيواتري وابتلت العروق حلد ذي نواقين باهدي وكبحر وثبت الأجر إن شاء الله أجر كينا وانو سوغين حق إبان كسوغين ودعاء قف مركو أفروا أخيوي كبعد وكدعاء سنية عافي ماذا دور رجيني وحكى لها دور ربا لكن مركو أفر دعاء سولية ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وحديث حسنة حسنه الألباني عليه رحمة الله رحمة واسعة وحيتات المامي سام هذا علمت إيه بعد مهر علمت أنت صومنت وحال الدنيا أنا أسكي إلى ليس اللغو يا حمانتا يا عن ترى بقشك يا بنتا يا حنتا يا وحي لهيك حرام يا لوردن يا وحا صودن محايري وحاد إيه صومنت هاي إيه يعني صوم قيمة بدن أو حاسي يعني هذا سميسيد صو بنتا يا وحاسي كاتبة تجليني لذلك الرسول كان يحيي عليه الصلاة والسلام حمانتا قف كان كتجين قف كصومن ويه إنه صامه وعنتدي سكتقه ينوع عنه واسكوه كميد إلهي سكوه كميد إلهي تبارك وتعالى محايا رسوم كيس إلى الصنمي لذلك جاء ابن عبد الله بحيل تضي وهدد صومنتهين إشينك إلى لي عرب كنا حمانتا محايا لما أنت صومنتا يا ما أنت أفرنتا يسوس سكوه كميد نقول تدو عايش لما مركي صومنتهين يا مركي أفرين واسكوه كميد سكسي بوهد الله مركز سلا سكران نقول دقناش يا وقار يا ما رت حسلوني درين مركز صومنتا هاي وحونا أحسن بعد هاي ستة ولا الكيو ورسول كان يحيي عليه الصلاة والسلام قف صوم من بدنا صوم كيس أنك فائدة قاتية هراد ميانة وح كلك فائدة مي أشر مرها وح يعني هداء لكورن يا أشر كذا كات تكسين كرا وفضل كان صورش إنك وح أولي مكرا وح ونقول كرا ولا ليال وقت هذا أضيع يعني لهوي عن ترى بقش يحمان يا مسلسلات يا وح لو تشوف إنك تكون مشغول شد أنت صوم من تهاي ذلك قاركود وح أشرة إني همين كنا مالين وتهاي مالين تينا همين وتهاي هردا أيوة وده هي إن صوم كذا ريا مرة بو يا مسكين صومك هنا درنتيد باب أشرك تكون حنيا هيبة صومك لجوش شقي وبقعد هذا يومك هنا أوسب رتيد بلجوش شقي ما هن هنا اسم مشغول يسوي ترى دي هنا ضرية ما هن عمرك ما خلك الجار صوكع يرادو أنتو عندها مر مرتو يرادو أيه أبيه كأنا ما أنتو دم بوشيفي ما بضرية سنة وحبا كأنا وينو هذا قديم ولا متي مركو حال الدنيا أنا شقبة سمين سيد أو رديد أو دداشيد محيا تعب كات سمين سيد يدال كات سمين سيد أشرك هذا كحرام قفل بين تو الدلالة يو الدلالة أي أشرك سلوسيني هذا هذا الدارين أوسك شيفت أشرك هذا وحير وعديد أسوليجي مركو والله مشغول يا ما أنت صوم كوالله شقي محيا وبالشقق وبالدلال بالكسل يشرق شغل آن ما أهن وبالدلال يشقوي مركو مؤمنين تصدى وين يفهمان ويو قعدان قفك وأنو سقيرين أنتو سومياي لا مس في المسجد ولا في الأسواق ولا في بيتي وصوب قيرين محيا وبلد جنوي قف هذو صوت دان 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 صوت عاية وحكش وهي راد أنا وإلهي من كعب سنة صوم كي قال سنة وصوم أنا هاي إنا أديرو لنا عجبر ولا كي مسلم إسك كيدا قف كاسي مكوان واتكات كات لكن هذا لا ترستد ومدو شجبة أتشيكتد ومسيبوي صوم كذا وحبس وجاري محيا لي هذا إسك عافي سنة وبكسي في عن طيبة أسوه هو فهم إنه كات كاضي هو فهم أسوه طال فهم كيس لكن أديرو حدا سنة مسلم قيما بدن بطاي أشر كذا لسنة
markuu leeyahay inuu anigu waa soomaanahay iga tag faa'iidooyin badan baa ku jira faa'iidooyinka naftiisa u noqon qofkan soomaaniya faa'iidooyin kale waxa uu noqonaysaa qofkaasi kale oo markaasi wax caay iyo wax soo daandaansaday laakiin qofka fiiriya akhlaaqda in badan oo dadka soomaan ka mid ah wuxuu arkayaa akhlaaqdaasi iyo khuluqaasi wanaagsan ee nabigu noo sheegay in ay khilaafsan yihiin akhlaaqdooda ay khilaafsan tahay maxaa yeelay naftiisa xanimi mayo oo naftiisa ka adkaan mayo xasilooni ku dhaqmi mayo bal cagsiga waxaad arkaysaa dadka qaarkood inay waalwaalan yihiin baad moodaysaa xataa markii aadaanka la gaaro maqribka orod buu isku taamay maanta ore keen waxaan furo aayar iska dhig waxaada soo qabsa ku afuraaya waxba ha ordi waxaa fiican qofku markuu soomayo inuusa cuntada aada uga dhargin maxaa nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bini aadanku waxa uu buuxiyo waxa ugu shar badan calooshiisa wey caaqilkuna qofka caqliga leh wuxuu doonayaa inuu wax cuno si u noolaado ilaahay u caabudo laakiin qofka jaahilka ee caqliga lahayn wuxuu wax u cunayaa si cuntada ugu yacni u noolaado sababteeda ugu noolaado macnaha dad waxaa jirta inuu wax cuno u nooliyaa bas waxa ka kale caloosha ka fikiraya caaqilkaas maaha caaqilku waxa weeye kan wax cuna si ilaahay cibaadadiisa ugu noolaado su ilaahay adduunkani wuxuu u qoray u kasbado nasiibkiisa u hilmaamay laakiin doqonku waa maxay waa midka ishilmaamo wey wuxuu cunaya bas calooshaada ka fakera waa gaajoon kaas wey kan caaqilka aan ahayn wax la cuno iyo cunto waxaa u khayr badan midda loo adeegsado wanaagga laakiin waxaa ugu shar badan cunto midda iyadu ku adeegsata iska dhargeysa iska cunaysid markaasna waxaa rabta iska ka hadlaysid iska ilaali walaalkay muslimkaayo dadka qaarkood marka soomka la gaaro wuxuu soo gadanayaa noocyada cuntada dhammaan bishiiba bil cunto ka dhigaya bisha gaajada la rabay in uu dareemo meelaha haddii alla kuriya dukaanadoo dhan waa ciriiri baad arkaysaa cuntadii baa ku yaraanaysa khadamaad aada u badan buu yacni soo gadanayaa taasoo keeni kartaba cibaadadiisa inay ka mashquuliso maxaa yeelay waxaa la doonayaa wax yaroo oo maad dhabarkaada ku istaajisid oo markaasi ilaahay cibaadadiisa u kaalmaysatid waxaa la doonayaa bishaan inaada ka dhigin bil cunto bil cayil bil xanuun oo mindhicirkaadu xanuun calooshaada xanuunta intaa cunto ka dharjisid ee waxaa la doonayaa bil aada ka dhigtid wixii intaa 12-ka bilood soo cunaysa inaa iska fujisid dheeraadkii dufankii kusoo gaara iska fujisid walidaalika xadiis waxaa lagu wariyay suumu tasixu sooma waa caafimaadaysaane sidaa darteed gaaladii hore waxay qoreen buugaag ay uga hadlayaan qofku inuu xataa ugu yaraan subuucii loo maalmo iskaajisi waxba cunin caafimaadkiisa ku jira dhakhaatiir hore wey sanadii 1948 niman baaxisiina mufakiriinoo gaalada udhashay reer yurub shir bayba qabanayaan waxay ka hadlayaan in qofka usbuucii 2 maalmood isgaajaysiiyo taas waxay dhaheen caafimaadkiisa ku jira waan soomka haddaan u ka hadlayno kale maahano waa asagii marka waa caafimaada ku jira soomu tasixu bishaasi waxaa la doonayaa inaada maaragtay marka xataa dadka qaarkood soo gaajiyo inuusan noqon lama rabo sida geel oomana biyo lagu siista lagu shiidayay oo isku cuno wuxuu arko kabacdi salaadu taraawiixi waa wuxuu u istaagay isagu wahsi iyo cajsi iyo culays uu haysto bal qaarkood wax yar bay ka tukanayaan salaadu taraawiixi kabacdina waa iskaga tegayaa waxaa la doonayaa inaad bixisid cilmigaada jahaada sharaftaada xoolahaada dabeecaddaada wanaagaada khayrkaada aad bishaasi ugu deerdid inta u baahan rasuulkeena wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena mid deeq badan inta badan weligiisna deeq badnaa laakiin ramadaan buu deeq badnaa laakiin waxaan ka xumnahay oo aada uga yacni uga tiraanyoonana dadka qaarkood oo bishii khayrka iyo sadaqada u bedelay bil bakhayl bil haddii alla kuuranya kasli bil khumuul iyo maaragtay haddii alla wahsi bil yacni acmaashii wanaagsanaa aan la bixinayn bil mucaamalo wanaagsan dadka kula mucaamalayni dadka noocaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala akhlaaqdooda ha hagaajiyo maxaa yeelay inaad sooman tahay cuntana aad bixisood masaakiinta quudisid waa fadliga meesha ugu weyn asbaabtooda jannada lagu galana weeye walidaalika rasuulkeena muxuu yidhi guryo waaweyn oo saraa oo qurux badan waxaa iskale qofka masaakiinta quudiya hadalkiisa jilciya oo maaragtay haddii alla kuuran yahay hadalkiisa jilciya dadku markay tukanaya hurdaana tukada soomkana israarraacsiiya qofka inaa afurisid waa ku fiican tahay haddaa awoodid maxaa yeelay ajirkiisoo laba jibaaraad helaysaa sidaa darteed salafkeena waxay ahaayeen xataa waxay ku afurayaan bay masaakiinta siin jireen waxaa ka mid ah cabdullahi ibn cumar maalik ibn diinaar taabiciga weynaa iyo saxaabigii axmed ibn xambal bal cabdullahi ibn cumar wuxuu ahaa cuntada ku afurayo masaakiintu siin jiray isagana waxa yar iska cuni jiray oo biyo ah waa deeqda meesha ka gaareen wey iyo sarraynta iyo hamiga iyo dadnimada iyo dadaalka meesha ka gaareen wey ama annagu iska daa inaan masaakiin wax siinay ayagiiba masaakiinta aa naga baxsanlaaba jidkaba muxuu wax noo weydiisanaya sidaa noola hadlaya marka waxaa la doonayaa qofka muminka bishaana inuu sameeyo wixii loo baahnaa inuu sameeyo oo khayra oo wanaaga oo fadli ah oo yacni u habboon
bisha in isku gutaaniyo oo ku faraxdi soo gelita wajiga ka soo gaaray waa lagu kabaya oo soomki sunnada lagu kabaya intaas ayaan ku soo ururiyay ahkaamti iyo wixii raaciye sunanka iyo wanaagi looga baahnaa qofka sooman iyo soomki aadabtiisa ayadoo kooban waana xalqadii koobaad insha Allah kuwa kalena waa isku iman doona hadii Ilaahay fursada uu noo saamaxo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu billahi tawfiiq